هينفع انا من غيري انا قلب اللي التلات عيون حلوين رقصني انا دلعني انا حبيبتك انا بس هي مين انا والنبي يا كبير هات لنا قناة الدوامة دراما. واه ما شايفنيش عم اتفرج على التلفزيون ولا ايه؟ معلش والنبي يا كبير اصل زمن التمثيلية جاء. تمثيلية ايه دي؟ تمثيلية سجوم على الشوان. بتاعت الجواسيس؟ ايوه هي دي يا كبير. بنت ما انت شايفاها هي دي 300 مرة قبل كده. واه يا كبير دي تمثيلية وطنية يعني لازم كل متاج نشوفها. لا مش لازم ولا حاجة. مش لازم كيف يا كبير؟ مش احنا كل سنة يوم 6 اكتوبر بنتفرج على فيلم الطريق الى ايلات والرصاصة لساتها في جيبي وابناء الصنط بيجيبوا الافلام دي ليه؟ عشان افلام وطنية يبقى لازم نتفرج عليها. مش ناقص خوته انا متابع البرنامج ده. ده برنامج طبيخ يا كبير هو انت بتخش المطبخ من اساسه؟ والنهارده هيكشف عن سر عجينة الكرواسون. طب معلش شو النبي يا كبير الحلقة دي وخلاص. مش معنى يعني الحلقة دي؟ بس الحلقة دي اللي فيها الأستاذ عادل إمام لما بيعرف إن الست جوجو بتشتغل مع مين؟ مع المخابرات المصرية وبعدين بتحط له الورقة في جيبه اللي بعتها له مين؟ الرئيس زكريا وبعدين هو بيخش يقراها فين؟ في الحمام. لا إله إلا الله ما أنت متنيل حافظ الحلقة عايز تشوفيها ليه؟ بس بحبها قوية كبير. لا ما فيش تمثيلية يعني ما فيش تمثيلية. والله ده ظلم. جزرة وقطبها جحش. يلا تقلبي يلا تقلبي حضري لي حاجة نتطفعوها. ماشي. على طريقتي الشيف شيربيني. وطي النار عليها شويه عشان ما تضربش من الحمام. سبتها نص ساعه وبعد كده طلعت وحطيت عليه شويه. كنت وقفت معايا في صفي وانا بنهار. الله يقل مزاجك يا هدي. الواحد كان مفرفش وبيتفرج على هيفا يا عم تتلوى. رجع لقي هاني شاكر عم ينهار. هاتي لي حب السلطة يا بنت. كبير كويس جدا انك هنا. انا بقى عايز اسالك سؤالين في السريع. انت البعيد ما عندوش دم قاعد باكل وقاعد قاعده حميميه مع عمرتي. اهدى يا كبير ما انا هقعد اكل معاكم برضه بتكلم فاس حاجه يعني. ما بعرفش اكل واتكلم في وقت واحد. طب بص هما سؤالين بس عشان خاطري سؤالين وخلاص. اتنين اسال ها. اوكي يا كبير انت عندك كام عامل شغال في الارض؟ انت جاي تنق عليا يا انت؟ لا يا كبير انا بعمل بحث عن علاقة رأس مال بين الفرد والمؤسسة والعلاقة دي لخص لخص 100 عامل ها هايل جدا. طب وبتدي كل واحد فيهم بقى كام في الشهر؟ وايه دخل دي برأس المال والهيصة اللي بتحكي فيها دي؟ الله ازاي يدخلهم؟ احنا لو عرفنا متوسط دخل الفرد هنقدر نعرف متوسط دخل العمال. كفاية لت وعدن الوكل هيبرد. 25.2 في الشهر و 7.5 يوماتي. حلو قوي. طب واليوم نسبة في الربح السنوي قد ايه بقى؟ ليه فاتحها سبيل اياك. يعني دخلهم السنه بيبقى مرتب بس. بس تفتكر الناس كده يبقوا مبسوطين يا كبير؟ وهيحبوا يديهم معدوله ومقلوبه وش وظهر يعني. طب يا كبير ما بتفكرش انك مثلا طارق علام؟ طارق علام اتفضل. ايوه كبير بس انت ما فهمتش. عارفك ده اتفضل. اوكي بون ابيتي. الواد ده خوفني ما عندوش احساس ممكن يطلع لي في الحمام. هو بيسألك الأسئلة الكتير دي ليه يا كبير؟ تلقيه بيحكحك كده عاوز يشتغل معاي. شغل ايه؟ هو احنا تلامذة؟ الموضوع ده فيه إنه إنك ايه؟ انت مش واخد بالك يا كبير ده عمال يسألك الناس عاملة ايه؟ مبسوطة ولا لا؟ بتاخد كام؟ فيه ايه يعني؟ فيه ايه كيف؟ ده بالظبط زي اللي حصل في المسلسل بتاع سجوم على الشوان. تاني عن كل جمعة الشوان. اسمع بس يا كبير فاكر لما الاستاذ مصطفى فهمي كان بيقول الاستاذ عادل امام يا جمعه عايزين نعرف الناس في مصر عاملين ايه بيطبخوا ايه بياكلوا ايه ليه عاد عشان يعرف الحاله اللي البلد فيها يقوم يخطط ويتجسس صح. يا ولي انت المسلسلات واكل دماغك والمفتش كرومبو والحاجات دي ليه يا كبير؟ ده عيل امريكاني ولايف على اخوك وجاي حاطط لنا هنا في الدوار ولا نعرف له لا اصل ولا فصل وعمال يسال في اسئله غريبه كده اقطع دراعي ان الواد ده وراه حاجه غلط. يعني انت عايزه تقولي ان الواد طومس ده جاسوس ويضحك علينا طول الفتره دي؟ ايوه. طب ما الاستاذ محمود عبد العزيز بذات نفسه في رأفت الهجان قاعد في اسرائيل يا جميت حلقه ومحدش كان عارف انه جاسوس مصري حتى كانوا بيحبوه اكتر من اهل البلد كمان.
وجهة نظر برضك يا بنت. سي توماس، سي توماس. ايوه يا هدرس. 30 صورة بالتمام والكمال زي ما طلبت. برافو عليك يا هدرس. بقول لك ايه؟ عد عليا بالليل عشان تاخد الميموري كارد عشان تطبع بقية الصور. ما تنساش تجيب لي الرجالة اللي قلت لك عليهم. ايوه الرجالة. اقول لهم انت عايزهم ليه بالظبط؟ قول لهم ان انا عايز اسألهم شوية أسئلة بسيطة. من عينيا يا سي توماس. شفت؟ مش قلت لك يا كبير؟ تيجي اغلبك ماتش. لا معلش سيبني شويه. ايه؟ سيبني شويه مش فضيله. انا نفسي افهم الهري اللي انت عملت هري ده والحرت اللي عملت حرته ده ليه؟ الهري ده كله عشان في الاخر اخد شهاده السي اف اي. يا فرحه امك بيك. يا فرحه امك بيك وانت داخل عليها بالسي اف اي. يعني ايه سي اف اي؟ هتعمل بيها ايه دي؟ علشان انت ثقافتك محدوده مش هتفهم ابدا ان السي اف اي دي لو اتحطت في السي في بتاعي هتفرق معايا جدا في الشغل. يعني بوزيشن جامد، مرتب اعلى. طيب عشان اوفر عليك وقتك وعمرك اللي بروح حاضر ده، انا مش في نيتي خالص اني ارقيك، زائد انه فرشور مش هزودك ولا مليم، ده اذا ما كنتش هنقصك. ليه بقى؟ لان انا الوحيد اللي فاقسك، صاحبك من زمان، عارف امكانياتك وسقفك فين واخرك ايه. بص بقى، تاخد نسكافيه، تاخد سي اف اي، مش هديك حاجه. جوني، السي اف اي دي مش عشانك انت، السي اف اي دي عشان ممكن اشتغل بيها في اي حته في العالم. لا ريلي يا فرحة أمك بيك. طب ما تنساش بقى يا توماس شغلتك الحقيقية يا حبيبي. عاوزك النهاردة بالليل قبل ما تنام ترتب كل الدي في ديز بتاعتي، الرعب لوحده، الأكشن لوحده، المسلسلات التركي لوحدها. قبل ما تنام يا توماس يا إما هخصم منك أسبوع. كل عيش يا حبيبي. معايا سي اف اي، ربنا هيكرمني يبقى معايا سي اف اي وأبقى مميز. أنا توماس. إن هيبقى مرار طافح. شفت يا كبير؟ فيه ايه؟ شفت التصوير اللي مصورها توماس؟ جبتيهم منين دول؟ لقيته ناسيهم على الترابيزة تحت، خدتهم وشفتهم. لقيته مصور كل حتة في البلد، أراضي، جوامع، بيوت. ألخ ألخ ألخ. كأنه معاكي حق يا بت. الواد توماس ده يطلع جاسوس ولا ايه؟ مش قلت لك يا كبير؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ نروح نبلغ عليه. نبلغ عليه مين؟ المخابرات المصرية. تجنيتي يا بت. ما تخافش يا كبير، انت تروح تقول لهم على كل حاجة وهم هيتصرفوا بمعرفتهم. طب قدري توماس طلع من جاسوسش ولا حاجة وكل الكلام ده خرافات. نبقى احنا بلغنا وعملنا اللي علينا. معرفش يا دي.
وانا قلبي ما مطمنش الموضوع البليغ ده. يعني هنعرف انه جاسوس ونسبوه كده؟ ايه يا كبير، انت مش وطني ولا ايه؟ لا وطني، بس بصراحه كده انا خايف اخوي جوني يكون متورط مع توماس ده. اقول لك عندي فكره، ايه رايك اساله الاول اقول له جوني خد تعال هنا، انت متورط مع توماس ولا ايه؟ ايه رايك؟ غلط يا كبير، كده كانك بتحذرهم انك تعرف كل حاجه، وساعتها هيخفوا كل الادله وهيهربوا بعمايلهم. انت تروح تبلغ وبعدين نبقى نشوف موضوع اخوك جوني ده. يا دي جوني لو طلع ملطوط مع توماس الموضوع مش هيبقى هين، دي لا جنحه ولا جنايه، دي خيانه عظمى، يعني حبل المشنق عدل، وانا اللي حبقى وزيت على اخوي. اخوك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اقعد. ازيك يا كبير؟ باه تعرفني؟ اه طبعا. خير يا سيدي؟ يعني سؤال الأول بس، يعني قبل ما أدخل في الموضوع، اسم حضرتك لفت نظري، هو حضرتك تقرب للأستاذ؟ أيوة أيوة، أنا اسمي محسن، محسن ممتاز، ابن اللواء محسن ممتاز. بتعرفت الهجان صح؟ تمام. ابن أصول والله، أنا معجب بابوك جدا جدا جدا، ده ياما طلع من تحت يده دواسيس ومخبرين وعملاء، هو ليه ما بيعملش مسرح؟ هو مقل شوية في أعماله. المهم أنت كنت جاي تبلغ عن إيه بالظبط؟ يعني إيه؟ الحقيقة يعني ما كنتش متوقع انها قابل حضرتك، يعني هو يعني كان بلاغ صغير. شوف يا كبير، القضية الكبيرة بتيجي دايما من بلاغ صغير. ياه انا قشعرت، يعني فعلا هذا الشبل من ذاك الاسد. ها تشرب ايه بقى يا كبير؟ لا لا الواجب وصل وخلاص. لا لا لازم تشرب حاجة، انا عن نفسي هاخد شاي، اجيب لك شاي معايا. اذا كان يعني لازما ولا بد شاي. اتنين شاي يا محمد. ها كنت جاي تبلغ عن ايه بالظبط؟ ايه ده هنتكلموا هنا؟ مش هنطلع على جهاز كشف الكذب الاول؟ لا لا كذب ايه يا راجل، انت هتكذب من اولها ولا ايه؟ والله العظيم ثلاثه ما في حاجه كلها كذب. وانت لسه قلت حاجه؟ معلش الرهبه بتاعت المكان بتاعت حضرتك يعني. لا لا انا عايزك تهدى وتاخد راحتك على الاخر، كانك في الدوار بتاعكم بالظبط وبتكلم واحد صاحبك. لا العفو يا باشا العفو. لا خد راحتك. ها كنت جاي تبلغ عن ايه بالظبط؟ جاسوس، جاسوس عندي في الدوار. انا عايزك تهدأ وتركز وتحكي لي الموضوع ده بالتفصيل الممل ومن أوله. شوف يا محسن بيه، من يجي كم شهر كده طلع لي أخ أمريكاني وجه قاعد معي في الدوار. جوني مش كده؟ أنا ما مستعجبش مخابرات عاد. المهم جوني ده ما جاش لحاله، جه ومعاه تنين أشلي وتومس. لا أنا أقوم أروح، أنت عارفين كل حاجة. لا لا كمل، أحب أسمع منك. أنا شاكك إن توماس ده جاسوس. وإيه اللي حسسك إن توماس ده جاسوس؟ عمال يصور كل حتة في البلد ويسأل الناس أسئلة غريبة. غريبة إزاي؟ وضح أكتر. يعني عمال نسألهم يعني بياكلوا إيه؟ بيشربوا إيه؟ فرحانين ولا ما فرحانينش؟ وبعدين كمل. في الأول أنا افتكرت طبع فيه، يعني عادي إنسان فضولي، لحد ما جماعتنا قالت لي لا ده نفس السيناريو اللي حصل مع جمعة الشوان مع الرئيس زكريا. طبعا حضرتك عارفهم يعني هم والوالد يعني زملاء. انت شكلك متابع. بقول لك بيك فان.
المهم في حاجة تانية عايز تقولها؟ بصراحة كده أنا خايف ليكون الواد توماس جار الرز جوني معاه. هو جوني دي صحيح يعني واد استفزازي ولسانه معوج، بس قلب أبيض وفي النهاية أخوي برضك. لما أنت خايف على أخوك جاي تبلغ ليه؟ عشان مصر. مصر يا محسن بيه، مصر اللي أغلى من عيلتي كلاتها. لو كل الناس زيك كده يا كبير كده اتغيرت حاجات كتير في البلد. مصر محتاجة الوطنيين اللي زيك يا كبير. عايزك تهدى وتتمالك اعصابك. اقعد شوف بقى، انا عايزك تحط عينك على توماس ده وما تشيلهاش لحظه واحده، ولو حسيت باي حاجه اي حاجه مهما كانت صغيره تبلغني فورا. انت هتكون الراجل بتاعنا في الدوار، واحنا من جانبنا هنعمل تحرياتنا. هبعت لك اتنين رجاله من رجالتنا هتتعرف عليهم عن طريق كلمة سر. ويا ترى هي ايه كلمة السر دي؟ اروح ادور اروح ادور اروح ادور. تقوم ردد عليهم وقايل لهم على نفسي. تمام، هو ده. بعد ما تتعرف عليهم تدخلهم الدوار وتسهل لهم مأموريتهم، وهنكون دايما معاك على اتصال. مش هوصيك يا كبير، لو حد شم خبر عن الموضوع دوت العملية كلها تتعرض للفشل. متخافش يا محسن بيه، اطمن. ده الكارت بتاعي، يبقى اتصل بيا في أي وقت. شرفت يا كبير. شرف لي يا محسن بيه. السلام عليكم. صح، يعني في سؤال بس ما تزعلش مني. يعني أول ما قعدت مع حضرتك يعني طلبت لنا تنين شاي وأنا رفضت، وقعدت تكثر وانا جاي من سفر وراكب قطر وعرقان وعندي هبوط. خلاص مش عايز حاجه. لو عايز تقعد تشرب الشاي اقعد. لا خلاص، يعني انا اعدي اخذ اي حاجه من انظرن وانا ماشي. السلام عليكم. حاجه اخيره يعني حضرتك وانت مروح بالليل البيت لما تقابل محسن بيه الحقيقي ابوك يعني سلم لي عليه وقل له الكبير بيحبك قوي قوي وعايز اي صوره كارت عامل فيها كده. عينيا المرة الجاية هجيب لك كارت وعليه امضاء من امضاءاته. هو عنده امضاءات كتير؟ ايوه. حويط. السلام عليكم. تشرفت يا كبير. يعني ايه الكلام ده يا كبير؟ زي ما بقول لك كده، فتشوا اوضته وما لقيوش فيها اي حاجة. يعني توماس ما طلعش جاسوس؟ هو محسن بيه سابها لي عايمة، يعني قال لي احتمال يكون جاسوس بس واخذ احتياطاته، هم يكملوا تحرياتهم. وقال لي كبير خلي عينك عليه، ولو شفت اي حركه كده ولا كده كلمني طوالي. اها شفت، طلع جاسوس. مالك يا ولي عم تحرك وتفرك عشان تطلع اي جاسوس وخلاص؟ شندلتي بالي الله يشندلك. محمل عليك مخدره. اقطع ذراعي ان الموضوع ده فيه اني سي توماس. يا سي توماس لا 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 يا سي توماس. ايه يا انت والفوازير الرخيصة اللي عم تعملها دي؟ صباح الخير يا كبير. صباح الزفت. اللي هو فين سي توماس؟ عاوز ليه؟ اصل داله دواب مهم ضدي وانا جاي اجيبهوله. في ايه الدواب ده؟ ما خبرش والله يا كبير، اصل هو يوماتي موصيني اعدي على مكتب البوسطة واول ما ادي الدواب ده اجيبهوله. دل هات الدواب ده. ايوه بس سي توماس موصيني اديله الدواب ده بنفسي. اكيد ما سمعت الصح. اكيد. ثانية واحدة. قولك ده تاني. اقول ايه؟ انا ما قلتش حادة. قلت ايه يا عيال؟ والله ما قلت حادة. لا قلت. والخاتمة الشريفة ما قلت حادة. قلت يا عيال. والله ما قلت حادة. قلت والله يعني. ما قلت حادة. عزك يا ابني وتعيش وتجيب. انت قلت لي خليك واقف مطرحك. جمعة كنت فين؟ شغلتني عليك. كنت بدور على
ايه قفشت الواد هدرس جايب الجواب ده لتوماس وقال لي انه كان موصيه انه اول ما يجي الجواب ده يجي له طوالي. شفت يا كبير مش قلت لك؟ قلت لي ايه؟ واحنا اتنين فتحنا ولا شفنا فيه ايه؟ بدام مسروق عليه كده يبقى الجواب ده مهم قوي، اكيد جايله من البيت الكبير. البيت الكبير؟ ايوه القياده العليا. تقول لي عليا وسفلى وتعمل لي فيها تيسير فهمي. طب هات الجواب بس الاول نفتحه من غير ما يعرف ونشوف فيه ايه. وحتفتحيه كيف من غير ما يعرف؟ عيب عليك يا كبير. يا بنت اللعيبة. يا دي الخيبة، الجواب كلها مكتوب بالإنجليزي مش حنفهمه منه ولا كلمة. وانت فكرك يعني ان اللي مكتوب ده هو الجواب الحقيقي؟ ده يبقى شغلة تلمزة، أكيد الكلام اللي جايله مش حنشوفه عادي كده. أمال هنشوفه كيف يا كرومبو؟ عن طريق نظارات السريدي؟ ده أكيد مكتوب بالحبر السري. بوه وده هنقروه كيف؟ بسيطة، هات شيل البراد. شيل البراد، هي هتير هتعمل ايه؟ أنا بس حشمم الجواب النار قوم الحبر السري يظهر على طول. يا كبير ما هتعرف. لا انت فتحت الجواب انا اللي حشمم النار. وه. ها صح. فكرك لو شممت النار الكلام اللي هيظهر هيظهر بالعربي ولا بالانجليزي برضك؟ ما هتفرقش يا كبير، ما هو لو فيه كلام بان يبقى اكيد جاسوس. بقره بقره. بسم الله. خلي بالك ما فيش حاجه بتظهر. قرب شوي. خلي بالك يا كبير. ما تخافيش ما تخافيش، شميم النار دي حرفة، ده غير انه يتطلب سنس. ايه اللي عملته ده يا كبير؟ غصب عني انسان يعني. طب هنعمل ايه دلوق؟ اسمع يا ولية، كيف ما حركت الجواب صالحي غلطتك، فاضي انه شغل النسوان دي. ميكي بالعربي يا معلم موري بموت، تصدق دونالد داك مسمينه بطوط؟ ايه ده؟ وضرب بوم وتراخ وطاخ. خلاص يا جوني لو مش عاجبك ما تقراهاش. لا لا انا يعني هبطل اقرا كلام، اتفرج على الصور هفهم الستوري. ايه الفرق ده كله؟ ما تطلع تشتغل فوق في الاوضه. لا مش هينفع، السيجنال فوق وحشه جدا، هنا احسن بكتير. يا توماس. ايوه دي فيه جواب جالك كده وانا حطيته لك في الترابيزه اللي وراك دي. ايه ده بجد؟ ده من السي اف اي يا معلم. بجد؟ السي اي اي؟ ايه ده؟ هو الجواب محروق كده ليه؟ اكيد من الحر يا معلم. ايه ده يعني يتحرق الجواب من النص ومحطوط في ظرف، الظرف ما يتحرقش؟ سو وات؟ فين المعجزه في الموضوع؟ جواب اتحرق كله جوه ظرف ما حصلوش حاجه، فين المعجزه؟ فين الغريب في الموضوع؟ مش فاهمك. طب خلاص اوكي انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقرا الظروف يا معلم واكيد هتفهم حاجه يعني، ما تقفرش. ده الدكتور بتاعي عايزني ابعت له المعلومات والصور اللي انا جمعتها عشان احطها في الفايل بتاعي وبسرعه جدا. وبسرعه ليه؟ ده انت استحاله تقدر تجمع المطلوب منك. انا هضغط على نفسي اليومين دول. واضح ان احنا دخلنا في مرحله الجد. يا كبير يا كبير. ايه؟ شكي طلع في محله. توماس بيشتغل مع المخابرات الأمريكاني. مخابرات الأمريكاني؟ عرفت منين؟ سمعت بوداني وهو بيقول إن الجواب ده جاله من السي آي إي، والسي آي إي هذه ترجمتها المخابرات الأمريكاني. أنت متأكدة يا بنت إن هي دي الترجمة الحرفية؟ إلا متأكدة يا كبير، ده كل الممثلين الأمريكان بتوع الأكشن شغالين فيه. يا وقع عم ربربة. وفي حاجة كمان يا كبير. إيه؟ أخوك جوني بيشتغل مع توماس. كيف يعني؟ توماس كان بيقول له لازم نبعت الصور والمعلومات، فجوني قال له مش هنلحق وان الموضوع دخل في الجد. لا 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 يا هديه، لا يمكن جوني ولد امي وابوي يخون بلدي واصل، اكيد في نوع من انواع المس كوميونيكيشن. اهدى يا كبير، اكيد المغريات كانت اقوى منه. مغريات ايه؟ وايه اللي كان ناقصه؟ فلوسه معاه، صحه وعنده. بالاكبر ولسه جايب الليتست، اخر برد لسه جايبه. ناقصك ايه تاني يا جوني عشان تخون بلدك؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي يا كبير، احنا
احنا لازم نبلغه محسن بيه. هتعمل ايه يا كبير؟ اكلم محسن بيه. لا ما تكلمهوش من هنا، لا يكونوا زارعين ميكروفونات ولا حاجه. كلمه من تحت يا كبير. بقول لك ايه يا كبير، وانت نازل تكلم الدليفري بقول له يجيب لنا ميلك تشيك. ايوه يا كبير. ايوه يا محسن بيه، الواد طلع بيكلم السي اي اي. السي اي اي دول عاوزين يجيب لهم كل التصاوير والمعلومات في اسرع وقت. انت متاكد يا كبير من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي متاكد. بقول ايه، انا بقول ادخل عليه انا وثلاث اربع رجاله صحتهم مليحه، ننتعوه الالقى تمام وانفخولك وعلقهولك، وانت تاجي تاخده على الجاهز يخرج لك بكل حاجه. تنفخ مين وتعلق مين يا مجنون انت؟ انا قلت يعني ارد جزء من جميل مصر عليه واحط البصمه بتاعتي. لا ما تتصرفش من دماغك، احنا لسه بنعمل تحرياتنا وبعدين رجالتنا كلها حواليك. ما تقلقش يا كبير، احنا في ظهرك. طيب سؤال، يعني هي كلمه السر لساتها زي ما هي ولا تغيرت؟ ايوه لسه زي ما هي. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. سلام عليكم. سلام عليكم يا غالي يا ابن الغالي. سلام. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. فزاع. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. ايه النور ده؟ يسعد مساك يا كبير. يسعد مساك يا دي فزاع. يقطعني. يسعد مساك يا فزاع باشا. نشتي ما عاوزت جنابك مني يا حاجة. امرني يا كبير. الامر لله وحده. انت ما عرفش قد ايه كبرت في نظري. ربنا يخليك. ابقى سلم لي على محسن بيه. محسن بيه مين؟ فزاع. اللعبة كلها معمولة على يدي انا كبير. سركم كبير ما تخافش. يلا 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 عشان ما نسيروش الشكوك. روح كمل دور الغفير اللي عم تلعبه معايا بقالك سنين. والله اقنعتني. يلا يلا. طيب. فزاع. ايه امر جنابك. نفسي اصلا ايه حسب. مصر امانة في رقبتك يا فزاع. عمار يا مصر. طيب روح ادور روح ادور اروح ادور على نفسي. طمني ايه الاخبار؟ مالك يا كبير؟ انت بتبكي؟ دموع الفرحة. طب فرحني معاك. فزاع. ماله؟ طلع ضابط في المخابرات المصرية. فزاع؟ زي ما بقول لك كده. وأنا في الجنينة بكلم محسن بيه في التلفون. قال لي ما تخافش يا كبير، رجالتنا حواليك في كل حتة. وأول ما قفلت معاه المكالمة لقيت فزاع بيقول لي كلمة السر. بتتكلم جد يا كبير؟ وأنا اللي كنت بهزك فيه وأطخ كل كف والتاني بأيدي اللي عايز أقطع هديه. قلت لك ايه؟ نقيب ولا رائد؟ ممكن ما يطلعش اسمه فزاع من اساسه، ممكن يبقى مدحت ولا رؤوف. ما انا قلت لك يا كبير الموضوع مش سهل وراه انه، وها الحكومه عارفه كل حاجه ومرشقه رجالتها في كل حته في البلد. اسمع يا هدي، ما عاوزكيش تلتي وتعجني في الموضوع ده مع اي احد. تعاملي مع فزاع كانه غفير عادي عندنا. الموضوع المره دي كبير، مالها اعصابي. طب ريح يا كبير ريح. أنا أروح أغير خلقاتي وأخذ شاور وأكوى على أيوة كنبة.
صادق. توف توف. عم تعمل ايه هذا انت وهو عندي؟ عرفتوه يا كبير؟ ابدا احنا قاعدين بنجسس شوية. مهملين المذاكرة وقاعدين عم تتجسسوا؟ قوم هذا انت وهو بدل ما بلغ عنيكم. يوهو، هو الواحد ما يقدرش يجسس شوية في البيت ده ولا ايه؟ يا بجاحتك. طب انا هدلالك يا ريب من الجاسوسه.